هذه المسائية من الميادين وفي عناوين نقاش الليلة. تونس تنضم إلى التحالف العسكري السعودي ضد الإرهاب، هل هو اصطفاف في محور تقوده الرياض أم لأغراض اقتصادية فقط؟ كتائب حزب الله العراق ترفض تنفيذ الأجندة الأمريكية الرامية إلى إبعاد الحشد الشعبي عن المعارك ضد داعش. لحماية أمن روسيا القومي من سياسة الطعن بالظهر، موسكو تبدأ بتطبيق العقوبات الاقتصادية على تركيا. مرحبا بكم مشاهدينا. عنوانان يتصدران قائمة تحديات الحكم في تونس شكلا مادة لانتقاد حركة النهضة خلال فترة حكمها، الإرهاب والاقتصاد. اليوم يشكل العنوانان مدخلا إلى التقارب السعودي التونسي، فالسعودية تريد انضمام تونس إلى التحالف العسكري السعودي الإسلامي، بينما تحتاج تونس إلى دعم مالي لاقتصادها وأسلحة ولو قديمة نسبيا تساعدها في حربها على الإرهاب. تونس أعلنت أن التحالف الجديد لا يقضي بإرسال قوات إلى خارج البلاد، لكن مراقبين تونسيين يطرحون أسئلة حول الهدف الحقيقي لهذه الخطوة. في ملف المسائية الثاني نتطرق إلى حقيقة الموقف والأهداف الأمريكية تجاه الحشد الشعبي ومحاولة إبعاده عن المعارك، بينما نناقش في الملف الثالث بدء روسيا بتطبيق العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على تركيا. قبل الخوض في تفاصيل ملفات المسائية لليلة نتجه إلى غرفة الأخبار في الميادين وموجز لأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. أعلنت وسائل أعلام إسرائيلية أن منفذ إطلاق النار في تل أبيب هو فلسطيني من عرب 48 من وادي عارة، وأضافت أن تقدير جهازي الشباك وأمان أن العملية إرهابية. وكان إسرائيليان قد قتلا وجرح 7 آخرون في إطلاق نار في مقهى بتل أبيب. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الشرطة تواصل عملياتها بحثا عن المشتبه به في العملية، فيما تم العثور على السلاح الذي استخدمه في مكب للنفايات قرب مكان العملية. وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد أردان ترأس اجتماعا لتقدير الموقف تقرر بناء عليه تعزيز حضور الشرطة والشباك في شوارع تل أبيب. فتحت السلطات الإسرائيلية سدود وادي غزة شرق قطاع غزة، ما أدى إلى تدفق المياه بقوة كبيرة مع ارتفاع منسوب المياه لأكثر من 3 أمتار. الأمر أدى إلى غرق بعض الأراضي الزراعية في خان يونس. وتعمدت السلطات الإسرائيلية في معظم فصول الشتاء إلى فتح سدود الوادي من دون سابق إنذار بهدف تصريف الكميات الهائلة من المياه التي تتكدس لديها من جراء الأمطار الغزيرة التي تهطل على المنطقة تجاه قطاع غزة. استشهد 11 شخصا وجرح العشرات بغارات للتحالف السعودي على الحديدة وصعدة وتعز في اليمن. الغارات طالت أيضا العاصمة اليمنية صنعاء. جهة أخرى، أفاد مراسل الميادين باستهداف الجيش واللجان الشعبية مواقع عسكرية سعودية على الحدود في جازان. كذلك تم قصف تجمعات عسكرية لقوات هادي والتحالف السعودي في منطقة العمري بتعز وسط البلاد. قالت مصادر أمنية أن الجيش اليمني واللجان استهدفوا بصاروخ باليستي من نوع قاهر واحد خزانات النفط الاستراتيجية في مدينة أبها السعودية. إلى ذلك عرض الجيش اليمني واللجان الشعبية صورا لاقتحام موقع المنتزه للجيش السعودي في محافظة جازان الحدودية. وتظهر الصور استهدف الجيش واللجان القوات السعودية المتمركزة في الموقع مستخدمة الأسلحة الصاروخية والرشاشة. نشرت مقاطع مصورة لعملية إنزال عراقية أمريكية جرت في الحويجة العراقية قبل أيام. الميادين كانت نقلت عن مصادر عراقية خبر الإنزال الجوي الذي انطلق من مطار بغداد واستهدف داعش. أصيب جندي وأحد المارة عقب محاولة رجل دهس جنود فرنسيين يتولون حراسة مسجد في مدينة فالونس جنوب البلاد. السلطات المحلية قالت أن السائق حاول مرتين صدم الجنود قبل إطلاق النار عليه في المحاولة الثانية،
مشيرة إلى أن هوية منفذ الاعتداء ودوافعه لم تتبين بعد. ختام الموجز، عودة لمتابعة المسائية مع زميلة رامية. إليك رامية. شكرا لك يا علا. إعلان تونس انضمامها إلى التحالف العسكري السعودي الإسلامي أثار تساؤلات حول اصطفاف تونس ضمن تحالف في المنطقة تقوده السعودية، في مقابل وجهة نظر معارضة تقول إن هذا التحالف له أبعاد اقتصادية ومالية فقط. أحمد عبد الله. في إعلان تونس انضمامها للتحالف العسكري السعودي الإسلامي أبعد من مجرد تحالف ضد الإرهاب. إعلان أعقبته زيارات دبلوماسية بين البلدين، بدءا من زيارة الرئيس الباجي قائد السبسي إلى الرياض، ثم استقبال تونس وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وما رافق الزيارتين من حديث عن تعاون أمني واقتصادي بينهما. تعاون ترجم بتوقيع البلدين اتفاقيات شراكة وتعاون في مجال الدفاع والنقل، واتفاقيتي قرض مالي مع كل من الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية. أما عسكريا فستسلم الرياض تونس 48 طائرة حربية من نوع فانتوم 5 قد يستفيد منها الجيش التونسي في حربه ضد الإرهاب. أبعد من هذا التعاون الاقتصادي وفي ظل انقسام المنطقة إلى محاور متقاتلة تطرح تساؤلات حول قرار تونس الاصطفاف ضمن سياسة المحاور في المنطقة إلى جانب السعودية. يقول معارضو هذا التحالف أن تونس لا تنضم إلى هذه التحالفات على أساس استراتيجيات، بل تستهويها عناوين مقاومة الإرهاب من دون التعمق في الدول المكونة لأي تحالف. في المقابل يؤكد وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي أن انضمام تونس إلى التحالف لن تترتب عليه مشاركة لوحدات عسكرية خارج التراب التونسي، بل هو دعم سياسي للسعودية باعتبار تونس ضحية للإرهاب. أولويات تونس بحسب الوزير هي محاربة آفة الإرهاب في الداخل وعلى الحدود، مهمة تقوم بها السلطات التونسية ضد المسلحين على الحدود أصلا قبل الإعلان عن تشكيل التحالف، وهو ما يدفع المعارضين إلى طرح المزيد من التساؤلات حول ما إذا كانت عضوية تونس في التحالف تتعدى كونها مجرد انخراط بسيط وإعلامي ذي أبعاد اقتصادية ومالية فقط. معنا من تونس الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نصر الدين بن حديد، أهلا بك. هل لك أن تساعدنا في فهم القبول بالنسبة لتونس المشاركة بهذا التحالف العسكري السعودي؟ ما الذي يمكن أن تستفيد منه تونس من مشاركتها بهذا التحالف؟ مساء الخير. علينا إعلان أن تونس تبحث عن أمرين لا ثالث لهما وإن استطاعت تحقيقهما من هذا التحالف. أولا الحصول على معلومات في محاربة الإرهاب. تونس أحد بؤر الإرهاب الكبرى أو الأخطر في المشهد العربي. وثانيا الحصول على مساعدات اقتصادية تساعد أو تطور الاقتصاد التونسي، عندما نعتبر أن تونس الآن في حاجة إلى استثمارات خارجية مباشرة وإلى قروض مباشرة. على المستوى الأول، تونس عاجزة، قالها الباجي قائد السبسي باللهجة التونسية، تونس ما عندها الجيش، أي تونس لا تملك جيشا. وقالها ناجي الغرسلي من باب الطمأنة أن تونس لن ترسل أفرادا مسلحين للخارج. ومن ثم اعتبروا أن النتيجة الأولى لهذا الإعلان هو تضخيم العدد التي تريد المملكة العربية السعودية للدول المشاركة، حين نرى أن دول بعيدة جدا عن منطقة الشرق الأوسط دول لا تملك جيوش متطورة، وبالتالي السعودية من باب البعد السياسي لهذا الحلف الإسلامي بين ظفرين تريد أكبر عدد من الدول الممضية، من ثم ما تريد السعودية أن تحافظ أو تثمن أو تواصل أو تصنع لنفسها هيبة إسلامية وريادة إسلامية، علما أنه للتذكير المشاهدين الكرام هذا الحلف جاء تحت رداء إسلامي. ثانيا والأهم، أعتبر أن تونس لن تنال من الكعكة الاقتصادية السعودية الشيء الكثير. 48 طائرة من فانتوم 5 وهي بحسب ويكيبيديا وعديد المراجع طائرات خردة لم تستعمل وهي غير مستعملة. ومن ثم الملاحظون والمراقبون الاقتصاديون يسألون ويتساءلون عما ستفعله تونس بهذا الكم من الطائرات، علما وأن هذا الكم من الطائرات عاجز عن الدخول في حرب مقاومة الإرهاب وعاجز عن الدخول في حروب مع الدول المجاورة. كل الدول المجاورة باستثناء ليبيا تملك أسراب من الطائرات المتطورة، وبالتالي سؤال هل يحمل السيد بن حديد ربما السؤال أنه ما الذي سيدفع تونس إذا ترى أنت لا مكاسب ولا حتى
اقتصادية ولا حتى عسكرية، أو ربما هناك مقايضة في إطار الاقتصاد، لكن لا عسكرية ولا حتى تستطيع أن تقدم شيء هي في المقابل، لا من الناحية الأمنية ولا حتى من الناحية العسكرية. ما الذي ستستفيده تونس؟ ترى أن هناك خلفية سياسية، لكن هناك نقطة حساسة اليوم، هناك اصطفاف محاور سياسي في المنطقة، البعض يقول تحاول المملكة العربية السعودية أن تقوده. ما الذي يدفع تونس لأن تنخرط في مثل هكذا معمعة سياسية؟ هو اليأس من الحلفاء التقليديين. الولايات المتحدة لم تقدم من المساعدات الاقتصادية ما هو متواجب عليها أو هو ما هو مفترض. الطرف الأوروبي الآن يعيش أزمة، له أزمة سيولة، له أزمة بنية اقتصادية، وبالتالي لم يبقى إلا الطرف العربي، لكن كالمستجير من الرمضاء بالناري. الخليج بكامله الآن في تراجع عن المستوى الكمي، السيولة في بعدها الكمي. الخليج الآن عاجز عن مواصلة في نهج صرف الأموال مقابل الولايات السياسية، ومن ثم ما رأيناه وعود الرقم الذي قيل أنه 300 مليار دولار في 5 سنوات، ورقم غريب ورقم خيالي ولا يمكن للسعودية أن تقدمه ولا يمكن لتونس تتخيله. هناك وعود بوعود مثل حكاية أشعب في التراث العربي. كل الأحوال سيد بن حديد، هناك بعض يعني تسمية العنوان لمكافحة الإرهاب يحمل إطارا فضفاضا إنجاز التعبير على تونس، ربما مهمة أساسية أن تفهم معناه، لأنه يطولها جانب من الإرهاب في تشخيص الإرهاب. يعني حتى في الدول المنضوية في هذا التحالف لديها أكثر من تشخيص للإرهاب، إن كانت مصر تعتبر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، تونس لا تراها كذلك، بالمقابل في تركيا لا تراها كذلك، في المملكة العربية السعودية هناك نوع من التذبذب في تشخيص مفهوم الإرهاب بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين لغايات سياسية. كيف لتونس أن تشخص مفهوم الإرهاب أو تنخرط في مجموعة تحمل تناقضات من هذا الشكل في تشخيص الإرهاب؟ هو الحلف جاء من محاولة من السعودية لتجاوز خلافات الماضي وتناقضات الماضي. لا يمكن الحديث عن حلف إسلامي في الوطن العربي أو في الوطن الإسلامي بدون الأخوان المسلمين، الكتلة الأكبر على مستوى الشارع. ومن ثم هناك مساعي سعودية، وهذه معلومات، لرأب الصدع مع هذه الجماعات الإسلامية وخاصة الأخوان المسلمين. والسعودية تتكل على إغلاق أحدى الجبهات. السعودية تحارب الأخوان في مصر، ساعدت السيسي في مسعى. السعودية تحارب إيران من منطلق مذهبي سنة ضد شيعة، وتحارب روسيا الآن في سوريا. ومن ثم السعودية الآن ليس لها الإمكانيات لفتح هذه الجبهات الثلاث، تريد أن تغلق جبهة وتحولها إلى معين أو إلى قوة أو إلى طاقة تستعين بها. من ثم الحلف هدفه الأساسي هو مصالحة السعودية مع الأخوان، وجعلهم الوعاء الذي تستطيع من خلاله إعادة تجربة أفغانستان في اليمن. لأن تجربة اليمن الآن طال الزمن، ونحن أشهر عديدة ونسمع عن مقتل الحوثيين والحوثيين. واحد في تونس قال نكتة غريبة جدا، قال نتخيل الحوثيين أصبحوا مثل الجيش الشيوعي الصيني 90 مليون، مما سمعناه من موت الحوثيين يكون الحوثيين قد انقرضوا. وبالثم الحرب متواصلة في اليمن، والسعودية غير قادرة على أن تتقدم أو أن تتراجع أو أن تقف مكانها. السعودية في حاجة إلى فيالق إسلامية لدخول حرب اليمن بهذه الفيالق. بكل الأحوال يعني أنت تحمله طبعا سياسيا بالمطلق في الدعم السياسي، مجرد المشاركة وإن كانت شكلية على ما أفهم منك بالنسبة لتونس. نرى مواقف أخرى بالنسبة لدول المغرب العربي، الجزائر من أهم الدول التي رفضت الدخول في هذا التحالف. أطلب منك أن تبقى معنا سيد بن حديد. إذا مشاهدينا، رفضت الجزائر الدخول في التحالف العسكري الإسلامي الذي دعت إليه السعودية لمكافحة الإرهاب. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عاد إلى بلده خاوي الوفاض، فالجيش الجزائري لا يتدخل في قضايا خارج حدوده وفق مواد الدستور الجزائري. أسامة عبد النور. لم يفلح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في آخر محطة له من مهمته التعبوية. الجزائر رفضت الدخول في تحالف عسكري إسلامي ضد الإرهاب برعاية سعودية، ويرفض جيشها مزاولة أي نشاط عسكري خارج حدوده وفق مواد الدستور. هناك دول عربية
يعني تعمل الحروب بالوكالة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هذا دور مخزي مخزي، لا نفتخر أن الجزائر لا تنخرط في أي مسعى في هكذا مسعى. والدليل اليمن، منذ أن تدخلت السعودية باسم استرجاع سلم، اليمن تغرق في فوضى. إذا كان تحالف عسكري لازم يكون من الدول الشقيقة، يكون تحالف عسكري من أجل تحرير فلسطين، ليس الغير. ترى الجزائر بحكم تجربتها في محاربة الظاهرة الإرهابية لعقد من الزمن أن الوسيلة الأنجع لمحاربة الإرهاب هي تجنيد كل شرائح المجتمع وتوعيته بخطر الفكر التكفيري المتطرف وإشاعة الحوار بين الفرقاء بعيدا من لغة السلاح. يعني الجزائر ترفض الخوض في الشؤون الداخلية للدول، وتفضل يعني البدائل الأخرى هي طاولة الحوار والجلوس إلى طاولة الحوار كآلية لحل المشاكل بما فيها المشاكل العسكرية والأمنية. هناك في مسألة أخرى، يعني عدم وضوح مفهوم الإرهاب فيها في هذا التكتل الجديد. في ظل الأزمة الاقتصادية المحدقة والحدود الإقليمية الملتهبة، تنأى الجزائر بنفسها عن أي نشاط عسكري غير محسوب، ولكنها فضلت تقديم المساعدة عبر التعاون الاستخباري التنسيقي ضمن منظمة الأفريبول الحديثة النشأة. وينضم إلينا إضافة لضيفنا من تونس من الجزائر الكاتب الصحفي العربي زواق. أهلا بك سيد زواق. ما الذي دفع الجزائر إلى عدم المشاركة في التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ولو في إطار المشاركة وليس ضمن خرق الدستور، أي إرسال قوات خارج البلاد كما فعلت الجارة تونس؟ والله الجزائر معروفة تقريبا عبر كل تاريخ، ولكن بعد ما جبت فريق الحكم الجزائر فرفض لأي تواجد خارج حدودها. يعني دعينا من قضية هذا التحالف ضد الإرهاب، يعني كنا احنا في جنوب الجزائر في خاصرة الجزائر دولة مالي الجارة وسيطرت القاعدة على شمالها ورفضت الجزائر التدخل. يعني سمحت القوات الجوية الفرنسية أن تعبر أجواء الجزائرية، ولكن لم رفضت التدخل في شمال اليمن الذي قريب منا، واختطف دبلوماسي الجزائري وعدمهم، ورفضت التدخل في شمال مالي. يعني هذه اعتقد عقيده عسكريه موجوده عند الجزائر. شاركت في كل تاريخها في حرب الشرق الاوسط، في حرب فقط تتجنب وترفض هذه المنطقه وهذه الاستراتيجيه. واعتقد بنظر لحجم الجزائر واهميتها الاستراتيجيه وقوتها العسكريه المفروض تتجاوز هذه العقيده التي لا تتلائم مع وضع الجزائر وحجمها. احنا شاهدنا منذ ما جيت بوتفليقه اصبحت سياسه خارج الجزائر، وكان انا اعشق ايام الحرب البارده ايام الاتحاد السوفيتي. واعتقد سياسه لم يعد لها معنى اذا ما ارادت الجزائر تكون لها كلمه خارج حدودها. نعم. بكل الاحوال سيد زواق، بطبيعه الحال يعني الجزائر موقف مهم، لها موقع مهم، وكانك تعطي بعدا سياسيا في خصوصيه الظروف التي تعيشها المنطقه بالنسبه لموقف الجزائر، مع العلم انه تحت مسمى مكافحه الارهاب الجزائر عانت يعني وطالها جانب من هذا الارهاب، وخصوصا ايضا يعني في الحدود القريبه في دول المغرب العربي الارهاب بات قريبا، حتى في هذا الجانب لا يمكن ان تعطي من خبرتها، ام انها لا ترى في هذا التحالف ما يحمل حقيقه او اهدافه محاربه الارهاب؟ هناك ابعاد سياسيه تنأى الجزائر بنفسها عنها. لا، الجزائر اعتقد بالتعاون الامني حتى ممكن حتى الدعم اللوجستي تساهم بصيغه اخرى. الجزائر ترفض الشيء الواحد هو ارسال قواتها الى خارج الحدود. قضيه عقيده لعدم التدخل في الشؤون الاخرين، يعني ظلت الجزائر بعيده حتى عن محيطنا خلال الحرب في ليبيا والصراع الذي عرفته ثوره اسقاط القذافي. ظلت الجزائر بمنأى رغم ان الحرب في حدودها ظلت ترفض اي تدخل، ولدرجه اصبح موقفها يوصف بالسلب والسلبيه. يعني اصبحت يعني هذه العقيده الان بصراحه يعني الجزائر اسيره عقيده لم تعد تلائم لا العصر
ولا حجم الجزائر. لا اعتقد، ولكن في كل الحالات ما دام متفرقه في الحكم، لا اعتقد ان هناك امكانيه للتخلص او لتجاوز هذا التردد السلبي الذي يطلع في وسائل الخارجيه الجزائريه، خاصه في القضايا العسكريه والامنيه، باستثناء اؤكد لك ان الجزائر في قضايا الامداد او قضايا التعاون والمخابرات تتعامل تقريبا مع كل دول العالم فيها الدول الكبرى. نعم. طيب بالانتقال اليك سيد بن حديد، في ذات الاطار الذي تحدث من خلاله السيد زواق، هناك بطبيعه الحال مخاوف حقيقيه في دول المغرب العربي، طالما نتحدث عن تنظيم داعش ويعني مشابهات لهذا التنظيم وخصوصا في ليبيا، اي اثر يمكن ان نرى لمشاركه تونس، وما الذي يمنع ان يكون هناك موقفا مغاربيا واحدا من آلية التعامل مع هذا التنظيم أو هذه الجماعات الإرهابية؟ أبدأ بالجزء الأخير من السؤال. الدول المغاربية الخمس لها مواقف متناقضة ومتباعدة من مسألة الإرهاب ومن كل المسائل القائمة في المنطقة. الجزائر التي تميزت بأبي جيش الأقوى عددا بالجيش الذي قضى عشرية سوداء وكسب منها تجربة كبيرة، صاحبة المخابرات الأقوى في المنطقة، تحسب حسابات كبرى، ومن ثم الجزائر لديها جردة حساب وخلاف استراتيجي مع السعودية في الملف السوري. الكل يذكر في الجامعة العربية المطحنات والصراعات التي تمت بين السعودية والجزائر وحتى قطر والجزائر من أجل الملف السوري، ومن ثم هناك قراءة جزائرية تحمل رؤية سلبية لدور السعودية في المنطقة ودور السعودية في سوريا ودور السعودية في العالم الإسلامي، وبالتالي لا يمكن للجزائر تدخل في حرب مع السعودية أو تحت قيادة السعودية. هناك أمور استراتيجية في الدائرة الأوسع بدون الدخول في التفاصيل، ولا أظن أن الجزائر تملك نفس المفهوم للإرهاب لكي تتعاون حتى مخابراتيا وحتى من تحت الطاولة مع السعودية. ثانيا، أعتبر أن الجزائر هي الدولة الكبرى في المنطقة وتتفهم مشاركة تونس الرمزية للحصول على المساعدات، من ثم تونس الآن هي كالغريق الذي يتشبث بالقشة تريد مساعدات عسكرية من كل البلدان، لكن أعتبر أن الدفع الذي تدفعه تونس على المستوى السياسي والإعلامي أكثر بكثير ولا يوازي ما ستحصل عليه، اعتبارا إلى أن هناك تقارب تونسي إيراني بدأ وزيارة وزير السياحة الإيراني وما أثير بين ظفرين حول ضجة كبرى في تونس حول السياح الإيرانيين. السعودية تتوجس رهبة من هذا التقارب وتريد أن تجذب تونس إليها، وأعود وأقول أن إحدى الجبهات الكبرى المفتوحة في السعودية الشبهة على إيران، وتريد أن تقطع لإيران أي امتدادات وأي علاقات مهما كانت اقتصادية أو حتى ثقافية وإعلامية مع كل الدول. من ثم السعودية الآن هي بإعادة ترتيب وضعها الاقتصادي على أساسه ستتحول إلى فاعل ضمن المنطقة لكن بقوى أقل، ولا أظن أن السعودية ستبقى السعودية التي عرفناها في العشرية السابقة أو في الزمن الذي مضى. طيب أنقل إليك هذه النقطة أو نقطتين مما تحدث بهما سيد بن حديد سيد زواق. بالنسبة لموقف الجزائر، وصف أن هناك سلبية بالتعامل مع المملكة العربية السعودية، ولكن المملكة العربية السعودية تعمل الآن في قطع العلاقة أو تقويض أي علاقات تفتح باتجاه إيران. أي دور للجزائر في دول المغرب العربي تحديدا حول هذه النقطة؟ ما الذي يمنع أن نراها أكثر حضورا بموازاة مكانتها كانت على الصعيد الأمني أو العسكري أو حتى في الموقف السياسي؟ لا أعتقد علاقات السعودية قوية جدا، يعني في البساطة هذه ما نجمش إسقاط أحداث الشرق الأوسط على شمال أفريقيا. العلاقات العرب الجزائرية السعودية علاقات قوية جدا، معروفة خاصة بوتفليقة، يعني عنده علاقة حميمية مع معظم أمراء الخليج. رفض الجزائر التنسيق في القضايا، أعتقد المشاركة وليس التنسيق في القضايا مع ضد الإرهاب خارج الجزائر، الجزائر ترفض، يعني سبق أن قلت لك بأنها رفضت مهاجمة القاعدة في شمال مالي بعد أن سيطرت عليه، واليمن وشمال مالي يقع خاطر الجزائر كانت ترفض في كل الظروف والأحوال. لا علاقات في الخليج، لا أعتقد أنها تدخل في المحاور، رغم أن علاقتها تقريبا جيدة بالسعودية وجيدة مع إيران، وترفض الدخول في محاور، يعني ما نريد إسقاط ما يقع في الشرق الأوسط على علاقات الجزائر الخارجية، هذا خطأ، أي طرح قد يكون في غير محله. نعم. طيب وربما النقطة المهمة التي نقلها أيضا السيد بن حديد أنه للجزائر يعني مكانة مهمة، وهناك تناقض حتى في تشخيص الإرهاب بالنسبة أو التعامل معه في دول المغرب العربي. كنت أسألك ما الذي يمنع الجزائر من أن يعني تكون رائدة في مبادرة بهذا الإطار؟ لا أعتقد
والله الجزائر عندها تجربه رائده في مكافحه الارهاب. هذا التردد شخصيا لا افهمه، يعني تقريبا الجزائر تنسيقا مع دول المغرب العربي، لان هو مثلا ناخذ مثلا العلاقات المغربيه يعني جامده جدا ومنذ مده طويله، واخذت بلغت تكاد تبلغ القاطعه خاصه بعد ما جيبوا تصديق الحكم. العلاقات مع بشبه معدومه، لان الجزائر تعاطفت خلال الحرب الليبيه، تعاطفت مع القذافي. الدوله الوحيده التي تربط الجزائر تربطنا بها علاقات حميميه هي تونس. في كل دول الان علاقاتها تقريبا فاطره جدا مع موريتانيا، مع المغرب، مع ليبيا. هذا هناك اعتقد نوع من تخبط او من عدم الفهم الذي يجعل الجزائر تلعب دور في السياسه الخارجيه اقل من حجمها. صح. نعم. يعني ما اعتقدش يوجد مسؤول جزائري يبرر هذا الغياب عن احداث في ليبيا، عن احداث، عن تطوير علاقه مع المغرب، عن تطوير علاقه مع موريتانيا. تقريبا علاقاتنا بارده مع كل دول الجوار، والسبب انا شخصيا لا افهمه. أشكرك جزيل الشكر سيد العربي زواق، رئيس الكاتب والصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. ونشكر أيضا من تونس ضيفنا سيد نصر الدين بن حديد الكاتب الصحفي. في حديث خاص للميادين، لفت المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقي إلى دور الولايات المتحدة في قرار الحكومة العراقية بعدم إشراك الحشد الشعبي في معركة الرمادي. كلام الحسيني يفتح الباب أمام الأسئلة عن دور واشنطن في الميدان العراقي، ولا سيما عن التوجس المتبادل بينها وبين الحشد الشعبي. المزيد في تقرير محمد محسن. من على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل دي جول، يعلن وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان أن الحرب على تنظيم داعش بدأت تؤتي ثمارها. بحسب لودريان، بات التنظيم في موقف دفاعي قليل الفاعلية، كما تدل خسارته الرمادي. ما صرح به وزير الدفاع الفرنسي ليس إلا انعكاسا لمسار ميداني بدأ منذ نحو عام عراقيا. خسر داعش من جرف الصخر إلى تكريت، إلى بيجي ومصفاتها النفطية، إلى قاعدة سبايكر وغيرها. معارك تشير وقائعها الميدانية إلى دور فاعل للحشد الشعبي في إنهائها، بما لا يرضي أبا بكر البغدادي. لم يشارك الحشد في معركة الرمادي، هي علامة فارقة في المشهد الميداني. في خلاصة كلام المتحدث الإعلامي لكتائب حزب الله العراقي جعفر الحسيني للميادين، فتش عن تدخل واشنطن. وللأسف اليوم ما يعيق تقدم فصائل المقاومة والحشد الشعبي باتجاه تحرير المناطق وباتجاه يعني أن تكون هناك إنجازات أكثر على الأرض، نجد أن هنالك الأجندة الأمريكية أو الضغوطات الأمريكية. الموقف الأمريكي هو من يمنع الحشد الشعبي من بالتأكيد هو الموقف الأمريكي والأدوات الأمريكية الموجودة داخل الحكومة. المواقع التي استلمتها قوات الأمن والجيش العراقيين وأبناء العشائر قبل بدء معركة الرمادي، كان الحشد الشعبي قد استرجعها وفق الحسيني. أجندة الأمريكيين في تحييد الحشد الشعبي لها ما يفسرها، فكتائب حزب الله مثلا رفضت طلبات للقاء مسؤولين أمريكيين للتنسيق. يعتبر الحشد الشعبي أن داعش جزء من مشروع واشنطن في المنطقة، وهنا تبرز جهود منع الحشد من التوجه نحو الحدود السورية. يعني من يمنع دخول فصائل المقاومة ومن يمنع وصول كتاب حزب الله على الحدود السورية، وبالتأكيد يريد بقاء داعش ويريد أن تستمر هيمنة داعش على هذه المنطقة، وأن يبقى الوضع على ما هو عليه في السيطرة وحتى في التواجد والتحركات بالنسبة لمسلحي داعش. الموضوع لا زال قائما، نحن نريد الزحف والوصول إلى الحدود العراقية السورية، على اعتبار أننا نعتقد تماما أن المعركة واحدة سواء كانت في العراق أو في سوريا. في غير مناسبة، ألقت الطائرات الأمريكية مؤنا وذخائر لداعش، وكانت تتدخل أحيانا لصالح إعادة توازن التنظيم حين يتراجع أمام هجمات الحشد الشعبي والقوات العراقية، كما يؤكد الحسيني للميادين. ويشير إلى أن أي قوات أجنبية على أرض العراق ستصنف عدوة، أمريكية كانت أم تركية أم غير ذلك. معنا من العاصمة العراقية بغداد الخبير الأمني اللواء عبد الكريم خلف. أهلا بك سيادة اللواء خلف، ما رأيك في ما طرحه المتحدث باسم حزب الله للميادين؟ إلى أي حد لامس جانبا من الحقيقة أو ربما كل الحقيقة بأن هناك مطالبة أمريكية باستبعاد الحشد الشعبي في معارك مثل الرمادي تتوسع في الأنبار وصولا إلى الموصل؟
هو كلام سليم 100%. يعني الأمريكان لا يخفون ذلك. أنا في لقاء مع السفير الأمريكي الحالي قال أنا لا أستطيع أو لا يعني أستوعب أن يقوم من قتل الأمريكان عندما كانوا في العراق أن نقوم بدعمهم. يعني هذه سياسة أمريكية واضحة، وهي سياسة يتبناها كل أطراف الحكم في أمريكا، الكونغرس والجهة التنفيذية وأيضا السفارة هنا في بغداد. لكن الملاحظة في قضية استعادة الرمادي، الحشد لم يكن تماما قد أقصي، هو أقصي من قضية الدخول إلى مركز المدينة، ولكن من هيئ مستلزمات نجاح معركة الرمادي هو الحشد الشعبي. هو دخل إلى عمق 120 كيلومتر في محيط مدينة الرمادي، مداخلها ومخارجها ومغذياتها وأيضا المناطق الممتدة في العمق، وصل إلى أكثر من 120 كيلومتر، قطع كل هذه الشرايين هو الحشد الشعبي، ولا زال موجود في هذه الأراضي. عزل الفلوجة عن الرمادي ودخل في منطقة الثرثار واحتل الضفة الشمالية لنهر الفرات باتجاه ناظم التقسيم ومناطق الشمال الفلوجة، وهذه كل الأماكن لا زال فيها الحشد الشعبي موجود. لولا الحشد الشعبي كان من المستحيل. لكن أن لو سمحت لي وعذرا للمقاطعة، ما أسأل عنه بأنه إن استعدنا ما حصل في تكريت، كان هناك تعامل أمريكي مباشر، وإن قال أنه يعني لا يرحب بالحشد الشعبي كتكوين، لكنه لا يمكن نكران التقدم، وبالتالي حدث نوع من يعني الاشتباك الكلامي في حتى آلية الدعم للولايات المتحدة الأمريكية في تلك المعركة. ألا يبدو المشهد في رمادي وبالأنبار عموما بالموصل من داخل العراق هناك حساسية لا يعني ترجح أو ترغب بأن يكون الحشد الشعبي مشاركا، حساسية تحمل عذرا يعني بعدا طائفيا؟ بعد طائفي بامتياز، وليس يعني هاي ما فيها اعذار. يعني اولا الامريكان هم من يرغبون بذلك، الدول الخليجية والمؤثرة منها القطريين والسعوديين يعلنون صراحة ان هذه ميليشيات مدعومة من ايران، قاسم سليماني وما شاكل، وايضا الاتراك يؤيدون هذه الفكرة. ولهذا يعني حتى في سياق الآن لو تلاحظين كل التعليقات التركية الآن في الصحف التركية يذكر هذا باستمرار ويوميا وعلى قنواتهم الرسمية. إذن هي تبني موقف مشترك بين الإدارة الأمريكية الولايات المتحدة مع هذه الدول، وهو بالتأكيد بعدا طائفيا. يعني عندما جاء داعش إلى العراق وسقطت الموصل وصلاح الدين وجزء من الأنبار وحزام بغداد، هذه المناطق رحبت بداعش ولم تقاتلها، وداعش دخلت بأريحية كبيرة في هذه المناطق، فكان لابد من الحشد الشعبي لكي لا تسقط بغداد والمدن الجنوبية. يعني لم يكن هناك خيارا للدولة لكي تعتمد. يعني من أين تأتي؟ يعني هل تستورد بشر؟ يعني كانوا هؤلاء هم أبناء العراق، هم الحشد الشعبي، وامتثلوا إلى فتوى المرجعية في حينها وأعطتهم دفعة كبيرة، وكان هذا هو سبب القتال. يعني لم يكن هو اختيارا طائفيا، كان اختيارا المضطر. لم يكن هناك جهة تريد قتال داعش عدا هؤلاء. حتى الكرد تخلوا عن القتال مع داعش، لكن هناك رغبة لو سمحت لي سيادة اللواء أنه في تلك المناطق لعشائر تلك المناطق في الرمادي وأيضا في الأنبار كما قلنا عموما وفي الموصل، وهناك مطالبات بأن يتم الدعم أو تعميم المثال بالنسبة للحشد الشعبي أن لا يكون مختصا في يعني هذه الفصائل المقاتلة في الحشد. هو هذه الرغبة الجميع يعيدها بس بشروط. يعني احنا نعرف ان في البدء قبل الاحداث بفترة قصيرة السيد المالكي اعطى 5000 بندقية متوسطة و 200000 بندقية ذهبت كلها الى داعش، وتحولت الأسلحة ضد الجيش وضد الدولة. الآن بالميزان الجديد يعني هناك عشائر مقاتلة، هذا لا ينكر، يعني في حديثة، في عمرية الفلوجة، في الخالدية، في مناطق عديدة، في الضلوعية، في العلم، هناك عشائر من الجبور وعشائر أخرى من البعيسة ومن أيضا الجغايفة قاتلوا داعش، والدولة تدعمهم الآن وهم جزء من الحشد الشعبي. الدولة لم تفرق بين هذا وذاك، ولم يكن ميزان الاختيارات في قتال داعش مبني على أسس طائفية، بل مبني على من يريد أن يقاتل داعش، رغبة هؤلاء في قتال داعش. حتى في التجنيد، يعني الحكومة سعت مع حكومة الأنبار للتجنيد، كان هناك عدم رغبة في التجنيد، عدم رغبة في أن يصل العدد إلى 7000 بشق الأنفس. إذن القضية التي يسوقوها عن هذا الموضوع هي قضية متعلقة بفهم يعني رغبة هؤلاء في التعاطي مع داعش. من هم من يساند داعش بالسلاح؟ من هم من يساند بالقلب؟ من هم من يساند في يعني الدعم والقبول والتعايش؟ طيب. يعني هذه موجودة في هذه المناطق.
لو سمحت لي، يعني الجميع يعرف هذا. هناك نقطة يجب أن نفهمها بالنسبة للحكومة العراقية، مسؤوليتها، لأنه اليوم في ظروف لمعارك تتسع في هذه النقاط الحساسة في العراق، هذا ربما قد يدفع البعض ليقول أنه الحشد الشعبي قد يخرج عن يعني موقف الحكومة العراقية من مشاركته أو عدم المشاركة في مناطق بالأنبار أو حتى وصولا إلى الموصل، وهذا أيضا يقودنا إلى مشكلة أساسية في شرعية التعامل بالنسبة للحشد الشعبي عسكريا. مسؤولية الحكومة كيف يمكن أن تتعامل مع ذلك؟ أنا أعتقد الآن الحكومة إذا لم تقم ببناء استراتيجية خاصة بإمكانيات عراقية، وأن تقوم بوضع هذه الإمكانيات والأسس التي تدعم بها الولايات المتحدة وحلفائها المعارك من الجو، ونحن قادرين على التعويض الآن، يعني يجب أن تكون هناك استراتيجية تبنى على أساس وقائع على الأرض حصلت بالفعل، ونستفيد من معركة الرمادي مثلا اللي حصلت، كان جزء الحشد الشعبي فيها يتبنى شيء والجيش والقوات المتخصصة شيء آخر أو أهداف أخرى. الآن بوجود الحشد الشعبي في محيط الفلوجة لا يمكن لأي جهة مهما كانت أن تقول للحشد الشعبي اذهب من محيط الفلوجة وفك الحصار عن داعش. هذه الأمور ستجعل هناك فضيحة مدوية كبرى، وسنهاجم كل من يقوم بهذا الدور ونفضحه أمام الرأي العام، وسيكون داعما لداعش، سيكونون في ورطة في قضية الفلوجة، والفلوجة بمعنى يعني أن داعش قد خسرت نصف وجودها في الرمادي، وما تبقى سيكون سهلا وبسيطا، هي مدن متناثرة قضية استعادتها أسهل بكثير. أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء عبد الكريم خلف الخبير الأمني، كنت معنا مباشرة من بغداد. ننتقل إلى ملفنا الثالث، حيث شرعت روسيا مع بداية العام الجديد في تطبيق إجراءات اقتصادية عقابية خاصة بحق تركيا ردا على إسقاط الطائرة الروسية في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، بعد سلسلة التدابير التي بدأ بتطبيقها في نوفمبر الماضي. ما هي هذه الإجراءات؟ نتابعها مع هبة الله بيطار. لإسقاط الطائرة الروسية ثمن اقتصادي تدفعه تركيا. مع بداية العام الجديد تبدأ موسكو بتطبيق قيود على الشركات التركية في روسيا، لتضاف إلى سلسلة الإجراءات والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها على أنقرة. رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف وقع في الأيام الأخيرة من عام 2015 مرسوما يؤكد قائمة حظر لنشاطات محددة على شركات تركية تعمل ضمن أراضي بلاده. أبرز ما تتضمنه القائمة الجديدة حظر تشييد المباني والأنشطة الهندسية المدنية والعمل في مجال الهندسة المعمارية والتصميم الهندسي، إضافة إلى أنشطة البحوث والدراسات العلمية ونشاط وكالات السفر وأنشطة الفنادق، علما أن هذا الحظر لا ينطبق على العقوبات التي أبرمت قبل بدء سريان مفعول القرار. الإجراءات الاقتصادية الروسية تتضمن أيضا حظر استيراد المنتجات التركية وتعليق إعفاء مواطني تركيا من تأشيرة الدخول إلى روسيا، وحظر استخدام الأيدي العاملة التركية على أراضيها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وقع أيضا في نوفمبر الماضي على مرسوم يفرض مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية على تركيا. المرسوم فرض حظرا على رحلات الطيران غير المنتظمة من روسيا إلى تركيا، وأوقف بيع تذاكر الرحلات السياحية إلى تركيا. هذه الإجراءات بحسب المرسوم تهدف إلى ضمان الأمن القومي وأمن المواطنين الروس. أما بحسب رئيسة لجنة مجلس الدوما للأمن ومكافحة الفساد، فإن الرئيس بوتين اقترح هذه التدابير لحماية بلاده من سياسة الطعن في الظهر. معنا من سان بطرسبرغ رئيس المركز الثقافي الروسي العربي سيد مسلم شعيتو. أهلا بك سيد شعيتو. إن كان كما يعني نقل عن رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هذه الإجراءات العقابية التي بدأت هي لحماية روسيا من سياسة الطعن بالظهر، أو ما نقل عن ميدفيديف بأنها لحماية الأمن القومي الروسي، بكلا الحالتين كيف يمكن لمثل هكذا إجراءات عقابية أن تحصن روسيا بما له علاقة بحماية أمنها القومي؟ مساء الخير لك وللمشاهدين.
ونحن نعتقد أن حماية روسيا من الطعن بالظهر أو الأمن الروسي هي وجهان لعملة واحدة. إن الإجراءات الروسية التي أعلنت عنها ابتداء من اليوم بداية عام 2016 هي ليست إجراءات غير متوقعة، أتت في السياق الطبيعي لما وعد به الرئيس بوتين من إجراءات ضد القيادة التركية بعدما تمادت بتصرفاتها من إسقاط الطائرة الروسية وهي فوق الأراضي السورية ومن سرقة المواد الأولية. طيب ولا أريد أن أقاطعك سيد الشعيت، عذرا للمقاطعة، هذا نعرفه بطبيعة الحال بما حدث، لكن الآن بتطبيق هذه العقوبات كيف يمكن أن يكون لها مفعولا حاميا للأمن القومي الروسي، وكيف يمكن لروسيا أن لا تتضرر طالما كانت تستفيد من ذلك التعاون الاقتصادي مع أنقرة؟ نعم، نحن نعتقد أن حماية الأمن القومي هي جزء أساسي من اتخاذ القرارات المزمع اتخاذها ضد القيادة التركية، خاصة وأننا نعرف أن تركيا كانت عبر الكثير من عمالها والموظفين الذين ترسلهم للشركات كان جزء منهم يمارس التبشير للدعوات الأكثر تشددا والدعوات الأكثر تطرفا في المذاهب الإسلامية، وتركيا هي تتحمل المسؤولية عن جزء كبير من الأعمال التي قامت بها بعض المنظمات في شمال القوقاز وفي الدول الإسلامية الاتحاد السوفيتي السابق. إن عملية التبشير التي كانت تقوم بها تركيا مستعملة بعضا من العمال والموظفين والمستشارين الذين كانوا يتبعون لبعض الشركات، هذا هو الإجراء الذي قد يطال البعض منهم تحديدا والذين تعاطوا بهذا الأمور. إذا انطلاقا من ذلك روسيا تحمي أمنها القومي بمنع هكذا مبشرين من العودة إلى الساحة الروسية للعمل تحت غطاء شركات أو مؤسسات تجارية أو سياحية أو حتى منها تعليم اللغات الأخرى وخاصة التعليم المعلومات الدينية التي كانت تستعملها. طيب سيد الشعيت لو سمحت لي، كان هذا يفترض أن يكون ضمن الإطار يعني في السياسة لروسيا، لا أن تنتظر لربما يقول البعض أنه ما حدث بإسقاط الطائرة الروسية، لكن هذه اللائحة طويلة جدا، وكنت أسألك إذا ما كانت روسيا يعني احتاطت أو لديها استراتيجية للتعامل مع ما قد يتسبب بضررها اقتصاديا، يعني نتحدث عن صادرات للغاز، نتحدث عن شركات للبناء، يعني هناك نوع من يعني التعامل السياحي بين البلدين، كيف تعاملت أو استطاعت أن تتخطى ما سيلحقها أيضا من تأثير موسكو؟ نعم، هذا السؤال واضح تماما وهو يرتبط بالأمن الاقتصادي لروسيا. نعم، أوافق من ناحية أن روسيا ستسعى دائمة وحاليا وبدأت وأعطت لنفسها فرصة بالنسبة للإجراءات التي اتخذتها ضد تركيا لكي تعوض عن كل هذه المؤسسات التي كانت تعمل بها الشركات التركية بمؤسسات وطنية أو مؤسسات من دول بدأت تتعاطى معها بمفهوم اقتصادي انطلاقا من العلاقة السياسية الجيدة مثل إيران والصين ومجموعة البريكس. إذن هناك بدائل كثيرة لروسيا من أجل التعويض عن اليد العاملة والخبراء والشركات التركية العاملة في روسيا. البدائل كما قلت سابقا هي شركات تركية وشركات من مجموعة البريكس وإيران والاتحاد السوفيتي السابق، وهناك بدائل من المنتجات الزراعية بدأت لتوسيعها عبر العلاقة الجيدة مع روسيا مع سوريا عفوا، وبالعلاقة الاقتصادية والسياسية مع مصر، وبالإضافة إلى علاقات اقتصادية سابقة مع المغرب أيضا. طيب سيد الشعيت، وأنت تتحدث عن تأثيرات أيضا لهذا التوتر في العلاقة والعقوبات على حتى فتح ربما أفاق للتعاون الاقتصادي بين موسكو والعديد من الدول التي ذكرتها، لكن ماذا في المقابل؟ يعني اليوم أنقرة تسعى لتعويض 50% من استيرادها للغاز الذي كان يأتي من موسكو، البعض يتحدث أنها تستعين بتل أبيب أو حتى أن تكون ممرا لغاز إسرائيل إلى أوروبا عن طريق تركيا، وهذا يفترض أن تحسب له حسابا موسكو، صحيح؟ نعم، روسيا تأخذ بعين الاعتبار كل هذه النواحي وتعرف تماما أن كل هذه البدائل التي تحاول تركيا السعي لإيجادها لن تعوض الغاز الروسي الذي يصل بواسطة الأنابيب إلى تركيا،
لن تستطيع تركيا أن تحصل على الغاز من إسرائيل إلا عبر البحر، وهذا مثلي جدا وطويل الأمد. لن تستطيع أن تعوض من قطر بمنتجات الغاز التي ستأتي بالبواخر، وهذه فترة طويلة ومكلفة أيضا. إذن البديل الروسي بالنسبة لتركيا هو بديل غالي جدا، وهو بديل لا يعوض أبدا. إنما روسيا تضطر بدائل مختلفة لتمويل الغاز بأوروبا، وأوروبا هي بذاتها تسعى من أجل الحصول على الغاز الروسي، بالإضافة لأننا نعرف أن روسيا وقعت عقدا كبيرا مع الصين لتمويلها بما تحتاجه وما تحتاج كل ما يعادل احتياج أوروبا وتركيا متساوية بالنسبة لروسيا. وهذا أيضا يحتاج لسنوات. لكن هل هي إجراءات عقابية مؤقتة لربما قد تعمل السياسة عامل برفعها، طالما يتحدث بطبيعة الحال أنه إن كانت أنقرة أو حتى موسكو تحتاج لعامل زمني للتعامل مع تغيير جانب اقتصادي مهم في تصديرها أو تعاملها مع مؤسسات تركيا؟ نعم، نحن نعرف أن أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد كان هناك حجوزات في تركيا لحوالي مليونين سائح، كلها ألغيت. إذن هذا الضرر ينعكس فقط على تركيا في هذه الفترة، وألغيت بعض السلع والمنتجات وخاصة المنتجات الزراعية والصناعات الخفيفة والخشبية. وهناك بدائل ونحن نلاحظها في الأسواق الروسية، بدائل تأتي من سوريا ومن مصر ومن المغرب، وأيضا هناك نوع من الخدمات بدأت تلاحظ في السوق الروسية من الدول الشرقية من الصين وباكستان وحتى من إيران. بدأت هناك بعض السلع التي تشابه السلع التركية، وأعتقد أن روسيا سترى البديل واضحا أمامها من كل هذه الدول التي عدتها، بالإضافة إلى العامل الأساسي والذي يتمناه كل المحللين في روسيا، وهو يدفع الاقتصاد الروسي ليكون اقتصادا منتجا، واقتصادا منتجا على الصعيد الزراعي والصناعي والخدمات أيضا. كنت أسألك سيد شعيتو إن كان هناك ما قد يدفع لرفع هذه العقوبات، ثمن سياسي مطلوب من أنقرة بثلاثين ثانية لو سمحت. نعم، هناك شروط وضعتها روسيا أمام تركيا من أجل رفع العقوبات، وهي أولا وأخيرا عدم التدخل بالشؤون الداخلية لسوريا، وتخلي عن مشروعها عبر سوريا بالسيطرة على العالم العربي. ثالثا الاعتذار ودفع التعويض والاعتراف بالجريمة التي ارتكبتها بحق الطائرة سوخوي 24. سيد مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من سان بطرسبورغ، شكرا جزيلا لك. قال معاون القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي، قال إن طهران ستواصل تطوير قدراتها الصاروخية ردا على قتل الفلسطينيين والسوريين، وأضاف إن المستودعات العسكرية تحت الأرض ستبقى مليئة بالصواريخ الجاهزة للدفاع عن استقلال إيران وحريتها ودفاعا عن مسلمي العالم. أجلت أم لم تؤجل الإدارة الأمريكية تنفيذ عقوباتها على إيران بسبب برنامجها الصاروخي، فأن طهران ماضية بقوة وبسرعة بتعزيز قدراتها الدفاعية كما أعلن أرفع مسؤوليها. المسار الإيراني مستمر، وأن اعترضت واشنطن وحليفتها تل أبيب وبلغ الأمر حد التهديد بفرض عقوبات جديدة. الرئيس الإيراني حسن روحاني وجه أخيرا وزير دفاعه حسين دهقان بمضاعفة الجهد لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية في رد على ما سربته واشنطن عن شروعها بإعداد عقوبات جديدة على مؤسسات وأفراد إيرانيين مرتبطين بالصناعة الصاروخية. إلى موقف روحاني مواكبة واضحة ودقيقة من الحرس الثوري الإيراني الجناح الآخر للقوات المسلحة في إيران من خلال معاون قائده العام العميد حسين سلامي. أمريكا تعيش حالة من التناقض والانفعال الكامل في سياستها الخارجية. لقد تحولت الولايات المتحدة من لاعب محوري في المنطقة والعالم إلى لاعب عادي، ولم تعد قادرة اليوم على فرض إرادتها على المنطقة بعد الآن. وفي كل الأحوال نحن لا يمكننا أن نقبل أن نكون ضعفاء في عالم ثبت فيه أن أي بلد ضعيف سيكون عرضة للاحتلال والعدوان الأمريكي أو البريطاني أو الإسرائيلي. لذلك نحن ماضون في بناء وتعزيز صناعتنا الصاروخية. يشدد الخبراء بطبيعة وخفايا السياسة الإيرانية، خصوصا تلك المتعلقة بالجوانب الحساسة والاستراتيجية منها، على أن قرار طهران المضي في تطوير برنامجها الصاروخي قرار لا رجعة عنه مهما بلغت تهديدات واشنطن.
نقول للأمريكيين سنواصل تطوير قدراتنا الصاروخية ما دمتم تقتلون أبناء الشعب الفلسطيني وتدفنون أطفال اليمن تحت أنقاض بيوتهم وتشاركون في تشريد الشعب السوري وتهاجمونهم في منازلهم وتدعمون الكيان الصهيوني في قصفه سوريا ولبنان. مخازننا في مئات الأنفاق الطويلة تحت الأرض ستبقى مليئة بالصواريخ الجاهزة للإطلاق دفاعا عن عزتنا واستقلالنا وحريتنا ودفاعا عن عزة مسلمي العالم. فوفقا لهؤلاء سبب إصرار الإيرانيين على امتلاك منظومة صاروخية متطورة دائما يعود أولا لما تمثله هذه القوة من أهمية قصوى لأمنهم القومي وخلقها قوة ردع فاعلة ومؤثرة. ثانيا وفي ظل الظروف العالمية الراهنة فإن قناعة إيرانية راسخة تفيد بأن أي تراخ في هذا الصدد سيجعلهم يخسرون ما حققوه من إنجاز في مفاوضاتهم مع الغرب طيلة العامين الماضيين. التواصل مع أمريكا اللاتينية مستمر وهذه المرة من كوبا. تأملات، برنامج يقدم مساحة مشتركة بين الميادين والتلفزيون الكوبي. فاطمة قاسم من هافانا. لا تزال الميادين مستمرة في مد جسور التواصل مع العالم اللاتيني. التواصل يتمثل بالتعاون الإعلامي عبر برامج مشتركة مع دول الوسط الأمريكي وجنوبه. التعاون الإعلامي بين قناة الميادين وقناة تلسور الفنزويلية كان الأول في العالم اللاتيني، لكنه لن يكون الأخير، فبرنامج تأملات هو برنامج جديد مشترك مع التلفزيون الكوبي. بعد تجربتنا التي نعتبرها ناجحة مع تيليسور، نحن الآن نفتتح تجربة ثانية مع تلفزيون كوبا، ونعتقدها بأنها تجربة جديدة ومختلفة بعض الشيء، لأننا هنا نتحدث عن دولة وعن ثورة وعن نموذج. هذا البرنامج هو جسر بين أمريكا اللاتينية والعالم العربي. الميادين ستكون هي عماد هذا الجسر لنقل تجربته. هو يعرض لقضايا تعني الشأن الكوبي وأيضا تعني الشأن العربي. هدفه إيجاد هذا التقارب بين هاتين المنطقتين. استهل البرنامج بحلقة تقدم مقاربة بين الثورات الحقيقية والثورات المزيفة، انطلاقا من ثورات في التاريخ نجحت في ترسيخ شعاراتها كثورات كوبا وفنزويلا وإيران والجزائر، ومقارنتها بما شهده بعض البلدان العربية من حراك ميداني وعسكري. هذا التلاقي برنامج للشعبين على محطتين تلفزيونيتين، فهذا يعتبر نوع من التمازج الحضاري والإنساني. ليست بسيطة إدارة برنامج حواري بلغتين، لكن ضيوفنا ذو خبرة لحسن الحظ، والاستماع إلى الأستاذ غسان بن جد كان مؤثرا للغاية، ولا سيما بالنسبة لمفاهيمه العميقة حول الثورة في العالم. لماذا تأملات؟ تأملات هي ما يكتبه فيدل كاسترو بين الحين والآخر منذ سنوات من قراءات لأحداث وتطورات واستحقاقات سياسية وعامة في جريدة جراما الرسمية الكوبية اليومية. فاطمة قاسم، هافانا، الميادين. ومع ختام المسائية نذكركم بعناوينها. تونس تنضم إلى التحالف العسكري السعودي ضد الإرهاب، هل هو اصطفاف في محور تقوده الرياض أم لأغراض اقتصادية فقط؟ كتائب حزب الله العراق ترفض تنفيذ الأجندة الأمريكية الرامية إلى أبعاد الحشد الشعبي عن المعارك ضد داعش. لحماية أمن روسيا القومي من سياسة الطعن بالظهر، موسكو تبدأ بتطبيق العقوبات الاقتصادية على تركيا. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مشاهدة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقع الميادين بالإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن يرغب بالمزيد من الأخبار على شاشة الميادين، المزيد على رأس الساعة. إلى اللقاء.